السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كثيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح وفرص كثيرة جدا. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدروا تلاقوا فرصة عمل بكل سهولة. وكنا كمان بالإضافة عرضنا فرصة، وهي فرصة تقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها. تقدر تقدم بنفسك باتباع إرشادات الفيديوهات اللي احنا بنعملها، بنعرض فيها كل التفاصيل وطريقة التقديم، أو ممكن تقدر تقدم عن طريقنا ونساعدك في عملية التقديم بشكل احترافي. وكمان عشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن المنحة بتاعت النهاردة، وهي منحة في دولة أوروبية من الدول القوية. هي منحة التميز الكويتي في فرنسا، تمام؟ دي منحة اسمها منحة التميز الكويتي. نعرف تفاصيل أكتر. الدولة هي فرنسا، العاصمة اللي موجود فيها والمدينة اللي موجود فيها المنحة دي اللي هيكون موجود فيها الجامعة اللي عرض المنحة هي مدينة باريس، تمام؟ اسم المنحة The Kuwait Scholarship Program Excellence، تمام؟ يعني منحة التميز الأكاديمي التابعة للكويت خاصة في فرنسا. طيب الجامعة اللي بتعرض المنحة دي، أو حضرتك لو اتقبلت في منحة كويت سكولارشيب، المفروض هتدرس في أي جامعة؟ هتدرس في جامعة في موجودة في باريس في فرنسا اسمها ساينس بو يونيفرسيتي. طيب ايه الفكرة هنا؟ يعني ايه اسم المنحة داخل فيها الكويت وايه الجامعة ساينس بو يونيفرسيتي؟ الفكرة هنا ان ساينس بو يونيفرسيتي دي جواها برنامج، تمام؟ برنامج منحة اسمه الكويت سكولارشيب، وداخل فيه دولة الكويت، ان دولة الكويت بتوفر للطلاب العرب او الطلبة خاصة من الوطن العربي ودول الخليج وما الى ذلك، بتوفر لهم الدراسة في الجامعة دي بتمويل ممتاز جدا. يعني حضرتك بتدرس في الجامعة دي ممكن تدرس فيها على حساب منحة كويت سكولارشيب، تمام؟ دي الفكرة هنا، الربط ما بين كويت سكولارشيب والربط ما بين الجهة المانحة اللي هي ساينس بو يونيفرسيتي. طيب المرحلة الدراسية اللي انت المفروض تدرسها لو انضميت للمنحة دي، هتدرس درجة الماجستير، تمام؟ يعني حضرتك لازم تكون خلصت بكالوريوس وتكون مؤهل انك تدرس ماستر، ولكن الناس اللي عايزة تدرس بكالوريوس او تدرس دكتوراه غير مؤهلة لهذه المنحة. الدول المتاحة لها التقديم في الفرصة دي متاحة للدول العربية ودول الخليج، تمام؟ أي دولة عربية أو أي دولة خليج تقدر تقدم الفرصة دي، يعني يعتبر معظم دول أفريقيا ومعظم دول آسيا زي السعودية وكده تقدر برضه تقدم للفرصة دي. التمويل هيكون فيه إعفاء كامل من رسوم الدراسة، يعني حضرتك مش هتدفع أي حاجة خالص من مصاريف الدراسة، كل مصاريف الدراسة هتكون على كويت سكولارشيب، هم اللي هيدفعوا لك مصاريف الدراسة في جامعة ساينس بو. كمان هيكون بالإضافة مرتب 10,000 يورو كل سنة. طيب يعني انت هتاخد إعفاء رسوم دراسية، هتاخد مرتب 10,000 يورو كل سنة عشان يغطي لك تكاليف المصاريف الشخصية بتاعتك وسكن وما إلى ذلك. يبقى هيكون في إعفاء وهيكون في كمان مرتب، يعني يعتبر منحة كاملة ولكن ما بتغطيش تذاكر الطيران. طيب التخصصات بقى الموجودة في المنحة دي، عشان انت تنضم المنحة دي في مجموعة تخصصات لازم تقدم على واحدة منهم، والتخصصات دي هي الموجوده في جامعه ساينس بو، يعني التخصصات اللي احنا هنتكلم عنها هي هتكون موجوده في جامعه ساينس بو، وانا حاطط لكم هنا رابط التخصصات، تعال نضغط على الرابط ده اللي هو اسمه هنا، هيدخلنا على طول على التخصصات اللي موجوده في الجامعه بتاعت ساينس بو. طيب هنا هيظهر لي التخصصات، هتلاقي هنا حاجه اسمها ماستر ديجري بروجرامز اللي هي برامج الماستر المعروضه في هذه الجامعه. هتلاقي عندك حوالي زي 7 برامج وجواها برامج فرعيه، يعني مثلا سكول اوف بابليك افيرز هتلاقي ماستر ان بابليك بوليسي، تمام؟ اريبيان افيرز، فبتختار يعني انت عايز تنضم للفرع الرئيسي ده اللي هو بابليك افيرز، وبتختار البرانش اللي هو الفرع او الديبارتمنت اللي انت عايز تنضم ليه من دول وما الى ذلك. كويس بقى مثلا كليه الحقوق موجوده، هتلاقي مانجمنت موجود،
هتلاقي الصحافة جورناليزم، هتلاقي في حاجات كتيرة جدا، ايكونوميكس موجود. فانت حضرتك بتشوف تخصصات من دول اللي انت عايز تنضم ليها وبتختارها للتقدم لهذه المنحة. تمام، يبقى احنا كده عرفنا التخصصات والرابط موجود هنا اهو. طيب عشان تقدم للمنحة دي ايه هي الشروط؟ اول حاجة لازم حضرتك تكون طالب يحمل جنسية احد الدول العربية المؤهلة للمنحة، وما بين الدول العربية دول الخليج كمان مؤهلة للمنحة دي. تمام، يبقى لازم تكون حاصل على جنسية احد الدول العربية. كمان تكون طالب حاصل على درجة البكالوريوس، تكون خلصت درجة البكالوريوس بتاعتك، وتختار تخصص من التخصصات المرتبطة بدرجة البكالوريوس بتاعتك اللي انت درستها. يعني مثلا واحد دارس طب ما يروحش يختار تخصص مثلا ليه علاقة بإدارة الأعمال أو الإيكونومكس الاقتصاد، لازم تختار تخصص كان قريب من دراستك اللي هو البكالوريوس. تمام، ده بالنسبة لشروط التقديم. إيه اللي هي الأوراق المطلوبة؟ الأوراق المطلوبة مطلوب من حضرتك سيرة ذاتية، سي في أول حاجة، طبعا دي حاجة سهلة جدا، سي في. تاني حاجة حاجة اسمها خطاب تحفيزي، والخطاب التحفيزي ده هو خطاب بيتكتب كده بتوضح فيه حضرتك عايز تنضم لمنحة التميز الكويتي ليه؟ ليه اخترت التخصص ده؟ وما إلى ذلك. يعني شرحنا المواضيع دي سابقا كتير، وموضوع سهل إن أنت تقدر تكتب موتيفيشن ليتر توضح فيه كل الكلام ده. مطلوب منك كمان نسخة من جواز السفر بتاعك ترفقها في المستندات. مطلوب من استمارة موافقة التقديم لمنحة التميز الكويتي، في استمارة كده لازم حضرتك تمضي عليها، مجرد بس إمضاء إن أنت موافق على كل شروط المنحة من حيث التمويل، من حيث إنها بتقدم لدرجة البكالوريوس. طيب إيه هي الاستمارة؟ أنا حاطط لكم لينك الاستمارة هنا، تضغط على كلمة هنا عشان يفتح معاك الاستمارة. ده شكل الاستمارة. هتلاقي بس هنا في الأول شرح عن المنحة، بيشرحها لك بشكل أكبر، بيقول لك إن المنحة دي تكفل ب 10,000 يورو، تكفل بالتويشن فيز يعني الرسوم الدراسية، كل شيء موضحه لك هنا. وفي الآخر في الصفحة الثالثة حضرتك محتاج تكتب اسمك هنا، تكتب تاريخ اليوم اللي انت وقعت منه، وتكتب التوقيع بتاعك، وهنا ده الريفرنس نمبر اللي انت هتحصل عليه عند التقديم للجامعة بتاعة ساينس بو. يعني حضرتك هتقدم لجامعة ساينس بو وهيدوك ريفرنس نمبر، فالريفرنس نمبر ده هتحطه هنا. تمام، يبقى ده شرح الاستمارة. طيب كيفية التقديم بقى، ازاي انا ممكن اقدم للمنحة دي؟ التقديم منقسم لخطوتين. الخطوة الأولى حضرتك لازم تقدم طلب الحصول على قبول من معهد الدراسات السياسية في باريس اللي هو الساينس بو. يعني إيه؟ يعني أول حاجة حضرتك لازم تروح لجامعة ساينس بو وتختار تخصص من التخصصات وتقدم عليه بشكل عادي جدا كأنك طالب بيقدم على حسابه. يعني هتمشي الخطوات التقديم في جامعة ساينس بو كأنك مش هتقدم على منحة، هتقدم عادي لأي تخصص تمام أنت عايزه. الخطوة الثالثة، الخطوة الثانية بعد لما حضرتك تقدم للجامعة، الخطوة الثانية انك هتقوم بإرسال كافة المستندات والوثائق المطلوبة اللي احنا كنا قلنا عليها هنا، اللي هي السيرة الذاتية، خطاب التحفيز، نسخة من جواز السفر، واستمارة الموافقة زي ما انا موضح هنا، وتبعت المستندات دي إلى هذا الإيميل. تمام، يعني ده إيميل هتبعت لي المستندات دي في رسالة بس على الإيميل، وتكتب في عنوان الرسالة كويت اكسلنس سكولرشيب ابلكيشن اللي هو 2020 2020. تمام، يبقى ده في اللي هو العنوان بتاع الرسالة. يبقى انت التقديم على مرحلتين، اول حاجة تروح تقدم للجامعة وتختار تخصص وتقدم لها، وبعد كده تروح تقدم للمنحة في نفس الوقت. ولو حضرتك جالك قبول من الجامعة، المنحة هتتكفل ليك بكل شيء، وهي اللي هتتواصل مع الجامعة، وهي اللي هتدفع لك المصاريف الدراسية وتعطيك المرتب وما إلى ذلك. يبقى المنحة هنا منقسمة إلى جزئين، ولازم تمشي بالخطوات اللي احنا موضحينها. طيب آخر ميعاد للتقديم للمنحة دي هو 16 فبراير 2020، يعني ما بقاش وقت كتير، قدامك حوالي زي نص شهر أو 15 يوم لازم تخلص فيهم أوراقك وترتب نفسك. هنا أنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للمنحة اللي بيشمل التفاصيل أو اللي فيه يعني الجزء الخاص بالمنحة، وإن جامعة ساينس بو معروض فيها منحة مقدمة من الكويت. فنفتح اللينك ده، ده الاعلان الرسمي، اهي جامعه ساينس بو موجوده على الجامعه اصلا. بيقول لك ان منحه كويت اكسلنس سكولرشيب فور عرب ستودنتس اند كويتي ناشونالز، يعني للطلاب العرب وكمان الطلاب الكويتيين. فبيقول لك بقى الشروط انك تقدم للمنحه دي الاول، وبعد كده تقدم ل يعني تقدم للجامعه الاول، بعد كده تقدم للمنحه وما الى ذلك. كده ده الاعلان الرسمي. طيب قدم الان هنا، ده التقديم بقى للجامعة اللي هي ساينس بول، حضرتك هتقدم الابليكيشن للجامعة. طيب عشان تقدم للجامعة هتيجي تضغط على قدم الآن ويفتح معاك ابليكيشن التقديم.
طيب بص كده حضرتك معايا، احنا اوريدي قبل كده شرحنا، يعني انا شرحت في فيديو سابق قبل كده ازاي ممكن تقدر تقدم على ساينس بو ادميشنز، يعني ازاي ممكن تقدر تقدم على جامعة ساينس بو، وكنا شرحناها لو تفتكروا، كنا شرحناها في منحة اسمها ايميلي بوتمي، كنا شرحنا منحة ايميلي بوتمي، ودي منحة برضو كانت موجودة في جامعة ساينس بو، وشرحنا فيها ان المنحة دي انت لازم تقدم الاول على جامعة ساينس بو. فبالتالي انا مش هعيد الشرح هنا لان الشرح ده اوريدي موجود في فيديو سابق. طيب عشان تتعرف على يعني الشرح بتاع التقديم للجامعة، انا هرفق لكم دلوقتي، هظهر لكم في على الشاشة رابط الفيديو السابق اللي انا كنت شرحت فيه التقديم لجامعة ساينس بو، ولكن كنا شرحنا فيه التقديم لجامعة ساينس بو من حيث ايميلي بوتمي، منحة ايميلي بوتمي، ولكن هنا الموضوع مختلف، انت يعني التقديم على اساس كويتي اكسلنس سكولرشيب، ولكن نفس التقديم للجامعة هو هو مع اختلاف المنح، ولكن التقديم للجامعة ما فيهوش اي شيء مختلف، هتمشي نفس الخطوات، هتتبع شرح الفيديو اللي ظهر لكم فيه على الشاشة، وكمان هتلاقوا رابط الفيديو ده موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، هتتبعوا نفس الشرح اللي موجود الموجود فيه، يعني الشرح هنا كأنه متقسم على فيديوهين، الفيديو ده والفيديو السابق اللي كنا شرحنا فيه، وتمشي على نفس الخطوات، وبعد لما تخلص كل شيء تنتظر بقى رد الجامعة عليك انها مثلا انك اتقبلت او اترفضت، ولو اتقبلت المنحة تتواصل معاك زي ما كنا قلنا، انت هتقدم للمنحة برضو، المنحة تتواصل معاك وهي اللي تدفع لك كل المصاريف الدراسة في منحة او جامعة ساينس. تمام، بالنسبة للغة الدراسة، لغة الدراسة هي اللغة الانجليزية، يعني حضرتك هتدرس باللغة الانجليزية، وده هيكون شيء ممتاز، يعني مش هتحتاج فيه انك تكون لازم على معرفة باللغة الفرنسية، فبالتالي الموضوع هيكون كويس جدا. طبعا اتمنى الفيديو ده يكون مفيد ليكم، المنحه دي تكون مفيده، واتمنى كمان لو انتم حابين تنضموا ليها او حابين تقدموا على اساسنا، يعني احنا كمان بنعرض خدمه التقديم لاي منحه وفرصه، فلو حابين تقدموا من خلالنا يبقى يا ريت تتواصلوا معانا في اسرع وقت، احنا بنحط رابط التواصل معانا للتقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها في صندوق الوصف اسفل كل فيديو، فلو حابين تقدموا من خلالنا تواصلوا معانا، بيكون التقديم باسعار رمزيه، ولو حابين تقدموا بنفسكم مفيش مشكله، تتبع شرح الفيديوهات اللي احنا بنقولها وهتقدم بنفسك بدون اي مشكله برضو. تمام، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وباذن الله بالقبول والنجاح في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.